بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد 29/8/21 من مجزر البساتين تم تحميل عدد 14 طن لتسليمها إلى المحافظات الآتية: الإسكندرية 4 طن، القليوبية 3 طن، الفيوم 3 طن، الجيزة 4 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة مديري المدريات، والله الموفق وكل عام وأنتم بخير. أنا السائق السيد إبراهيم، النهارده الأحد يوم 29/8 محمل 4 طن على إسكندرية.